أكد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد أن الانتشار العالمي للتغطية الإعلامية للجهود التي بذلتها السعودية في خدمة الحقيق أسقطت أجندة التسييس. وخلال كلمته في حفل تكريم البعثة الإعلامية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام، أوضح العواد أنه تم إطلاق 19 قناة رقمية بست لغات ونشر 1000 مادة إعلامية من خلال مركز التواصل الحكومي التابع للوزارة، وتقديم تسهيلات ل 151 مؤسسة وقناة إعلامية تتبع 27 دولة. هذه هي الليلة الجميلة أيها الأخوة والأخوات، نسعد كثيرا بأن نلتقي بكم ونلتقي بالزملاء الإعلاميين من كافة أرجاء العالم الذين ساهموا في تغطية موسم هذا الحج، ونبذل الصورة الجميلة لشعائر حج هذا العام لكافة أرجاء العالم. هذه الوسائل التي ساهم فيها أكثر من 800 إعلامي نقلوا لنا على المرئي والمسموع والمقروء ما مشاعر الملايين من المسلمين الذي أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.